It's me. ليس من السهل أن يكون المرء مغني راب في واحدة من أكثر المناطق المتنازع عليها في العالم، لكن هذا الفنان مصمم على أن يسمع صوته من مسقط رأسه في منطقة الهيمالايا. يعيش المغني في مدينة سرينغار، كبرى مدن كشمير الهندية التي تشهد تمرداً انفصالياً والتي عاشت على مدى عقود نزاعاً بين الهند وباكستان. وكغيره من مسلمي المنطقة، ضاق الشاب ذرعاً بالقيود التي تفرضها قوى الأمن الهندية. لا يهم إن داهموا الاستوديو أو منزلي، طالما أني أقوم بما هو صحيح لشعبي وبلادي، وطالما أن ضميري مرتاح، فأنا مسرور وسأستمر بالقيام بذلك. كما أن إحياء الحفلات ليس بالسهل أيضاً، فما من قاعات عامة يقدم فيها الفنانون المستقلون عروضهم، وتلك المملوكة من الحكومة تخضع لشروط صارمة. ومع أن الراب العصري يستمد جذوره من الولايات المتحدة، إلا أن لكشمير تقليداً قديماً في الاحتجاج عبر الشعر والموسيقى.